وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سألتني عن هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه عن حذيفة ابن اليمان، طبعا عن صلة عن حذيفة ابن اليمان، قال صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولان: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها. فقال له صلة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة ثم رددها عليه ثلاثا، يعني صلة يردد نفس السؤال 3 مرات على حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة، تنجيهم من النار ثلاثا، يعني تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. وهذا الحديث صحيح. وجاء وذكر ابن حجر فتح الباري وقوى إسناده بلفظ: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ويسرى على الكتاب في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. هذا الحديث أيها السائل الكريم إنما يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون من حال المسلمين في آخر الزمان عند أشراط الساعة، عند أشراط الساعة، حيث يقول حذيفة بن اليمان: يدرس الإسلام. أصل الفعل هذا درس، دروسا، درس يدرس دروسا، يعني يهلك وينمحي، فهذا معنى يدرس الإسلام، يعني ينمحي آثاره وأحكامه وأقلامه، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو آت الآن، هذا في آخر الزمان لا يستدل به أحد الآن فيقول إن هذا الكلام الآن، لا، هذا في آخر الزمان لما ما يبقى، يأتي الناس يفتحون المصاحف يريدونها بيضاء ما فيها ولا آية، نسأل الله أن يعيذنا من ذلك الزمان، وأن يميتنا على لا إله إلا الله وصلاة وصيام وحسن عمل. قلت، قال: حتى لا يدرى، يعني لا يعرف في ذلك الوقت اللي هي في آخر الزمان عند أشراط الساعة، لا يعرفون صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ويسرى على كتاب الله. الإسراء سرى هو المقصود به الذهاب بالليل، وعند الفجر يحمد القوم السرى، وقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فالمشي في الليل يسمى السرى. فلا يبقى في الأرض منه آية، يعني الله عز وجل يمحوه من صدور الرجال ومن بطون الكتب والمصاحف، وتبقى طوائف، يعني تبقى جماعات من الناس، الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا، يعني من المسلمين على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها، يعني يقلدون آباءهم في ذكر بكلمة التوحيد وترديدها دون علم أو عمل بمقتضياتها. فقال ربعي بن حراش الراوي عن حذيفة، فقال له صلة، صلة اللي هو صلة ابن زفر من كبار التابعين: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلى ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ لأنهم الصحابة يعرفون أن لا إله إلا الله لها شروط ولها مقتضيات: العلم والانقياد واليقين والقبول، فادر ما أقول، الصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب، وثمنة الكفر بالطاغوت. فلا إله إلا الله لها شروط، ولذلك ما يتكي على هذا الحديث صوفية أو قبورية أو أهل بدع ولا يصلون ولا يصومون يتكلمون يذكر هذا الحديث، هذا في آخر الزمان، هذا في إرهاصات الساعة، نسأل الله السلامة والعافية، لما يصبح الناس يفتحون المصحف ما يجدون فيه ولا آية، عافانا الله وإياكم. فلا إله إلا الله لها شروط: العلم المنافي للجهل، الانقياد المنافي للترك، القبول المنافي للرد، الصدق المنافي للكذب، الإخلاص المنافي للشرك، فلا طواف حول قبر ولا سؤال غير الله عز وجل، المحبة المنافية للبغض، الإخلاص المنافي للشرك، اليقين المنافي للشك،
والثامنة الكفر بالطاغوت، العلم والانقياد واليقين والقبول، فادري ما أقول صدق وإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. والثامنة الكفر بالطاغوت، يعني بكل صنم ووثن وبكل صاحب قبة وضريح. والإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لذلك الصحابة والتابعون يعرفون هذا، يعني قال له صلة، يعني كيف تنفعهم وهم لا يعرفون أحكام الدين ولا يطبقونها؟ يعني هو يستنكر أن ينفعهم مجرد التوحيد، قال ربعي فأعرض عن حذيفة، يعني لم يجيبوا في استنكاره، ثم رددها عليه ثلاثا، يعني صلة يردد السؤال ثلاث مرات، وكل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة وأجابه، فقال يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار ثلاثا، يعني كلمة التوحيد تنجيه من النار في ذلك الوقت، تنجيه من النار في ذلك الوقت. فمعناه أن في ذلك الوقت في آخر الزمان عفنا الله وإياكم يستحكم الجهل ويرفع العلم ويموت العلماء ولا يبقى إلا الجهل الصرف، ولا ويرفع القرآن من المصاحف تصبح بيضاء لا شيء فيها. وهذا الحديث علم من أعلام النبوة، وهذا الحديث عالم من أعلام النبوة، وهذا الحديث خارج عن مسألة التوحيد وترك الشرك الذي هو أصل الدين كله، فلم يرد عنهم هؤلاء أنهم أتوا ناقد من نواقض التوحيد، يعني ما أتوا أنهم طافوا في الحديث، طافوا حول قبر أو إلى آخره، لكن غاية ما هنالك أنهم تركوا كثيرا من تفاصيل الإسلام وأركانها الظاهرة والمتناظرة والمتواترة، نظرا لأن الجهل قد انتشر واندرس الدين، واندرس الدين، وهذا يكون في آخر الزمان عافانا الله وإياكم. والمقرر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية الفرائض الأربع: الصلاة، صيام، زكاة، حج، فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر، وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواترة كالفواحش والظلم والخمر إلى غير ذلك فهو أيضا كاذب، كما قال ذلك مجموع الفتاوى. وعلى هذا يوجه هذا الحديث، ويكون هذا هو الكلام عليه أيها الفضلاء الكرام. وقال شيخنا الفوزان في هذا الحديث أيضا فيه فضيلة التفقه في الدين والعلم والعمل، لكن هذا الحديث يتكلم عن أناس في آخر الزمان، ليس هناك فقه في الدين وليس هناك علماء ولا شيء، لكن فقط عندهم التوحيد ولم يفعلوا شيء من الشرك. أما الآن الحمد لله العلماء متكاثرون في كل مكان، فلا يحتاج أحد بهذا الحديث، إنما هذا الحديث من أحاديث آخر الزمان. اللهم ارحم أبي وأخي وعمي وجميع المسلمين، وعلى طاعتك احفظ والدتي وارزقني برها يا رب العالمين، واشف أخي شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين، ووفقنا لكل خير وأعنا على كل بر، يسر أحوالنا ووسع أرزاقنا وتقبل أعمالنا، واجعلنا من أهل القرآن والسنة، وأتمم لنا البر والمنة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. تم تحريره صوتيا في ظهيرة يوم الثلاثاء لتسع خلون من رجب لعام 44 و400 من هجرة عدن عليه الصلاة والسلام. ننوه أنه لم يصح في فضل شهر رجب حديث ولا إنشاء عبادة، ولا إنشاء عبادة، ومن أنشأ عبادة فإنه مبتدع، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.